مشاهدين ومتابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا. كيف كتعرفوا الظاهرة ديال الهجرة ولات مرتفعة جدا مؤخرا في صفوف ديال الشباب ديالنا، داكشي علاش خرجنا اليوم نسولوا الشارع المغربي واش كيفكروا يهاجروا وعلاش. بغيتوا تاتوما تعرفوا، خليكم معنا. مشي كنت في اسطنبول اصلا، ديجا كنت في تركيا في تقسيم واكساراي وامنونو يشباش حافظ درب درب شنو هو من غير هاد العيب. لا مشي برا المغرب اش بالك تيا فيه، المغرب والو ما كاينش، المغرب والو ما كاين. شنو البلاد اللي كتحلم تمشي ليه؟ ما نمشي لالمانيا، جيرماني، نمشي السويد، دانمارك، اي دوله اخرى، امريكان. كنفكر نهاجر تركيا ان شاء الله، حيت المغرب ما فيهش الخدمه بزاف. انا عندي الفندقه وما فيهش اصلا، كلشي كيقول لك البوست عامرين. الوغ تركيا فيها بزاف، تركيا فيها الخدمه، فيها لي زوتول بزاف. بيان سور، وكل واحد كيحلم باش يمشي برا، ما كاينش انسان في العالم ما كيحلمش انه يبدل زعما البلاد ديالو، بالاخص في هاد الظروف ديال كوفيد اللي كاع الاقتصاد وكاع تقريبا المؤسسات الكبرى انها حابسه لومبوش. والناس والرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا باش نديروا الهجره، يعني ما لقيتيش هنايا هاجر. كاين شي واحد ما بغاش يهاجر في هذا الوقت؟ علاش؟ واختي بغينا نمشيو نشوفوا دوك البلاد كي دايره، نشوفوا كيفاش دايره. والعائله الى تشيل تما كنا غدير ورقاتك غتصيفط على عائلتك كيشي. وعلى برا كيقول لك على حسب المدينه اللي بغيتي تمشي ليها. حدا بالك قلتي دابا نقول لك فرنسا، دابا فيها الشوماج، فيها بزاف د الحوايج، فيها القانون. انت باغي تمشي تما تجلس؟ لا لا ما فهمتيش، بغيت نمشي تما كاين تمشي تخدم على راسك. تمشي تخدم وهذا وتمشي بالديبلوم ديالك وكل شيء. اظن اللي جات فرصه ضروري، علاش ما نمشيش نمشي لبرا؟ اظن بريطانيا لا دولة عظمى، دولة زوينة، الناس سواء وبنادم يفدل كيما قلتي. صحاباتي بزاف كاينين تما، كاين ودابا كنتواصل معاهم كيقولوا لي بخير جي، مي انا بنتي باقا صغيره ما نقدرش نخليها. العام الجاي ان شاء الله نمشي لها. ما عنديش فكره ديال اوروبا، ما عرفتش علاش، حيت انا البنات اللي كيقولوا لي، البنات كيقولوا لي راه مشينا لاوروبا وما لقيناش. تركيا اللي فيها الخدمه ودابا راه مستقرين، نقدر نخدم تما كاين اكثر ونقدر نمشي بعيد. هي انا كنعرف غير شويه لونجلي شويه الفرنسي، اما التركيه مع الوقت نقدر نتعلمها، يعني شهر ديال القرايه راه بخير. واكثر هي كيدوي تما بلونجلي، يعني صحاباتي لونجلي وفرنسي. لا بيان سور نرجع لبلادي، بلادي هي اول حاجه، ماشي نمشي تما ونساها، ولكن نخدم تما، نكمل حياتي تما، نقدر ندير داري تما، ندير بزاف د الحوايج، ندير مستقبل لبنتي ان شاء الله. اما في المغرب ما كنتفايلش انني ندير مستقبل هنا لبنتي في المغرب نهائيا. امشي عاش مع اللغه بعد اصلا، اي واحد نسكتي اسمع، اي واحد نسكتي عارف جامع الانجليزيه، تنعرف العبريه، اسرائيل، تنعرف شالوم، بوخيم، بايم، خراشو، بيستيفان. ها؟ بريفيت بريفيت هذه بالروسية. لا واش كتهضر العبرية؟ تنهضر شالوم شالوم. بوخيم بايم تو فاغاب، لا عارف اش جيت 40 كلمة دابا غير فغيت، وعارف اللغة العربية، سولني على لغة الأصل ديال المغرب. أنا كنهضر العبرية، داكشي علاش سولتك. أنا ماشي مشكل، قول لي شي بلاد أوروبية تبغى تمشي لها. أنا إسطنبول ولفت تركيا. أوروبية إسطنبول أوروبي، تقسيمو بحال هكا، تقسيم بحال هاد الشيء، شارع الإستقلال والعيب. المانيا، دنمارك، انجليز، امشي خدم، تنبيع ونشري. انا ندير التجاره اصلا. المغرب ما كاين والو، المغرب اش بالك تي بولي، كلشي كلشي ما كاين والو، ما المغرب والو، سي دوماج. نسامح في عائلتي، نسامح في المغرب كامل. امشي بطريقه شرعيه، غير شرعيه، امشي مغامر، امشي في الباطو. اي ياكلك الحوت، ياكل الحوت، راه ميتين ميتين، حنا ميتين اصلا. سوء الخاتمه ولا حسن الخاتمه عادي، نو بروبليم. ما نترددش، لا لا طريقه غير شرعيه، لا ما غياش بلون هذيك. الا جابتها الضروره تقدر ديرها، تمشي تعيش معاها تما، كنا حتى دير اوراقك، دير اوراقك وهذا، وديك الساعات راه تاخذ ديك القاوريه ياك، تمشي معاها للخارج ياك، دوز معاها شويه وهذا، وديك الساعات غادي يعني تترسي بلاصتك، دير اوراقك وديك الساعات راك غادي تسمح فيها. لا العائله لا، وما تسمحش كاع، كيف قلت لك انا اخويا تمشي تما كاينة، دير وريقاتك وهذا وتصيفط على داركم، حاجة باينة. هاي كتهضر فرونسي شوية؟
تسلك ان بو يعني تسلك راسك. دابا اللي كانت هاد القوريه هادي اللي كتشوفك فارسه الاحلام ديالك الله يودي كتشوفك وجه لها رساله بالفرنسي. ايوا داكشي ديال الله سبحانه وتعالى. يعني اش غنقول لك سيل فو موا يعني اوكان بليزير افيك غران بليزير. لا لا ما سمعتش العائلة. قلت لي في السؤال الاولاني اللي قلت لي واش جاتك فرصة بانك غادي تمشي برا، قلت لك هذه الفرصة زوينة علاش ما تمشيش برا؟ وان اي واحد كيتمنى يمشي ويشوف الدول البلدان بيناتهم. اظن الا مشيت لبرا غادي نمشي اولا تماك نخرط مع جمعيه المغاربه تماك بلادي اللي كنقطن تماك وندير ونكمل قرايتي وحتى المهنه تاعي نبحث على فرصه اللي كتناسب المهنه تاعي ونبقى نجي للبلاد تاعي. البلاد تاعي ما عمرنا نسمح فيها، بالعكس نقدر تماك ونجي ونعاون بلادي نعرفها، خصوصا نقرا الثقافه بين الدول اللي غادي نكون فيها. كما قلت لك اي واحد كيمشي كيتمنى يمشي بريطانيا ولا يمشي في الدوليه خصوصا دول الاتحاد الاوروبي بالطبع الحال، ولكن المهم اي دولة في اوروبا تمشي لها، حيت اوروبا هي كنقولوا هي اللي كنقولوا كيمشيو لها بزاف افارقه. جو سي با بلاد اللي توفر لك السكن والعيش غادي تمشي لها اي بلاد؟ نقدر نقول لك كندا. لا جو غيف با ديالي اون اوروب، مي كندا المانيا بلجيكا. تشوف فيهم لي زوبورتونيتي كثر؟ وي بيان سور بيان سور تبو زعما تعيش، باسكو لا في المغرب راه حنا غير كنعديو ما عايشينش، ولكن الحمد لله على كل شيء. سافا جو بارل اونجلي فرونسي عربيه راه سي نورمال. سي هاد السؤال سي بيرسونيل بزاف. انا جي با دو فامي، لا فامي ديالي كلها والله يحسن العوان كل واحد فهمتيني كيجري على ولادو ايتو سكي فاين يا با دو فامي. دابا في هاد لو طون دابا كاينه راسي والوالده فقط، ما كاينش شي حاجه واحده اخرى والله سبحانه وتعالى. تخلي الوالده وتمشي على بلد. الوالده كتقول لي غير سير انا نوصل عليك، فيما مشيتي انا نوصل عليك، سافو دير كو سي با غراف نقدر نمشي. ايه نبغي نمشي تركيا اي حاجه شي حاجه فيها الحلال مرحبا. ترافاي اي ترافاي نخدم كنخدم مزيان. واش عائلتي اصلا حنايا بنات كازا بوطويل خوينا في 2000 وقيت عبد الواحد مراكش خويته ملي كانت عندي 3 سنين تكوني الى بوين هاجر باش نخدم بلادي. دابا انا لقيتيني اصلا كندور على كريدي ديال الدار تاع ما بغى يساعدني، عندي مقاول ذاتي عندي وضعيه المهنيه دابا من البنكه البنكه ما كاينش. انا دابا عندي 30 عام في عمري بنضمن مستقبلي ما كاينش. الى جات نمشي في اي لحظه من دابا وانت قال لك فوت الخزيرات صاي قال لك فوت الخزيرات تعيش فيها الوالدين تيقول لك صوفي حياتك ضمن المستقبل كما ندوموش لك. كاين في المغرب ماشي ما كاينش حنا ما ننافقوش، ولكن عنده واحد الطبقه شويه اللي بالنسبه لنا حنا ما انا دابا لقيتيني كنهضر معاك دابا راه كل ساعه كندور انت من البنك البنك ما كاينش اللي كيرد عليك شي حاجه الخير من البنك البنك ما كاينش. اوروبا انا اوروبا مشاو صحابي دابا الان مشاو الفليك الفليك ضربوا 6 ايام ديال البحر 7 ايام ديال البحر صوفوا حياته. ندير علاش الا جات الفرصه فابور ندير اختي الله تدي اللهم الحوت ولا بلا ما نكمل لك حنا كنموتوا بعرق بعرق وزيرو الصوابق 30 عام باش تحضي مع راسك في المغرب ما يكونش عندك نهار ديال الاعتقال ما عندكش ووالديك ولاد باب الله في حي شعبي بزاف ديال الدراري قدي الدراري بزاف قدي فهاد الازمه هادي كنطلبوا من هاد الحكومه هادي مشاو الدراري مشاو بزاف مشاو من جديده مشاو من الحسيمه في البحر كاين اللي مشاو في فلوكه هز 30 واحد وصلوا الحمد لله على خير وبخير ومعيطين لوالديهم. علاش حنا ما نديروش للدراري حنا انا ما كرهتش انايا بلاصه ما غيخدموا بلادهم 50000 ريال سيكيورتي 40000 ريال نزيدوا واحد 3000 درهم هذا البيطالي اللي ما قاريش
انا كندوي على داك اللي ما قاريش اللي ما عندوش النيفو على الاقل واحد 3000 درهم في الشهر يقدر و 8 السوايع حي 12 ساعه انا كنقولها حيت 12 ساعه ما كايناش عالميا الحقوق المغرب عندنا حقوقنا عندنا امن الحمد لله عندنا ملك في حاكم البلاد غادي على التوازن ولكن الناس اللي كيحكموها من وراه كيخلوا لك ما تقول شنو الفرق ما بين المغرب واوروبا وما بين الفرق والمغرب واوروبا اختي راكن انا معايا كتجارب عندي وكصحابي في فيسبوك وكادي كتدخل السيطرة كيديروا لك شريطك كتدخل تقرا اللغه الاسبانية ولا الفرنسية شو البلاد اللي طحتي فيها كيقلبوا لك على خديمة كنتي كواري كيخرجوك كواري كنتي طبيب كله وتيمشيو مع المستوى ديالو هنا في المغرب لا هنا تبيع وتشري وتكافح ويلا يلا وهادي وانت دابا انا دابا تنخلص الضريبة في الزنقة كنبيع ونشري في الزنقة هاي مقاول ذاتي ودابا انا اي بركة كنوقف عليها باغي نساعد راسي باغي نتزوج باغي عندي 31 عام في عمري تلقى راسي مبلوكي الباب اللي دخلت لي بعدا هي بركه الاولى دخلت لها باب مسدود قبيله الا جات الفرصه ونلقى شي واحد يحركني غير فابور نمشي في البحر ما نخافش ها نخلص على اختي الا لقيت اللي يعاوني نخلص اش تخلص تخلص الحراق ماشي مشكل ماشي مشكل راه جبت موتور دابا ولات حرقه بنادم راه ولا كيريسكي على عمرو كيقول لك اللهم وتنطلب انا اصلا انا كنطلب من الاخ نوش هادشي اللي غادي فيه راه ماشي في مصلحه الشعب الملك عطاك الثقه وحنا كاع متقفين وخا ما عندناش النيفو زعما انت راك رجل مشترك في الاتحاد الاوروبي في الاقتصاد راك قالي على الاقتصاد المغربي راه خصك تساعدنا خصو يساعدنا مزيان حنا ولاد 30 عام هو نهار شد الحكومه قال لك 60 عام في اوروبا لا ما تديوش على 60 عام 60 عام دواز واحد الفتره ديالو مشاهدينا رجعنا لكم مره اخرى كانت هذه هي اراء الشارع المغربي بزاف منهم اختاروا الهجره من اجل تحسين الوضعيه ديالهم انتم اشنو الراي ديالكم خليوه في التعاليق اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة